عبد الرحمن، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. ام عبد الرحمن بتكلمنا من سويسرا، ما شاء الله، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك سيدتي الشيخ. معلش انا عندي سؤال، هو بصراحه محير كل المسلمين عندنا هنا. اتفضلي. بخصوص الصيام في رمضان. نعم. احنا عندنا هنا فضيلتي الشيخ الفجر عندنا في رمضان بيكون الساعه حوالي 4 إلى 10. والإفطار عندنا في حدود الساعة 9، يعني أول رمضان هيكون الساعة 9 وفي آخر رمضان هيكون الساعة 9:35. نعم. فطبعا إحنا عندنا كده ساعات الصيام حوالي 17 ساعة ل 17 ساعة ونص. نعم. طبعا ده بالنسبة للأطفال، يعني أنا ابني 14 سنة، طبعا كتير، وإحنا الدراسة عندنا بتكون شغالة وكده، فده بيبقى مرهق جدا عليهم. فاحنا نتصرف ازاي؟ يعني هل ده ليه مثلا فتوى؟ يعني في ناس قالوا لنا لا نصوم على توقيت ام الكرة، وفي ناس قالوا لا لازم نصوم بنفس الساعات ال 17 ساعه او 17 ساعه. انت بقالك كام سنه هناك ولا لسه جديده هناك؟ سنين. لا بقالنا 6 سنين. طب وفي السنين اللي فاتت عملتوا ايه؟ احنا كنا بنصوم عادي مع التوقيت هنا، بس طبعا انا يعني في مشقه جامده في الصيام، والنهار بيبقى طويل جدا، والمغرب بيقدم متاخر، وبتكون احيانا الشمس بتكون موجوده، يعني احنا مثلا الساعه 9 ونص دي بتكون الشمس لسه موجوده. فاحنا دلوقتي نتصرف ازاي؟ يعني انا ابني مثلا بقاله حوالي 3 سنين او 4 سنين مش قادر يصوم، لان عدد الساعات كتير بتاعه الصيام. على اساس ان هو كان قبل كده برضو صغير لسه، صح؟ انت بتقولي يعني عنده 14 سنه، يعني كان لسه صغير السنين اللي فاتت. انا كنت بصومه قبل كده، يعني هو بقاله 3 سنين ما بيقدرش يصوم. انا كنت قبل كده بصومه مثلا لحد الساعه 6 لحد الساعه 7، انه بعد كده ما بيقدرش. ايوه. فاحنا طيب حضرتك ما بين اذان الفجر وطلوع الشمس مده قد ايه؟ مش شروق يعني، بس يعني مثلا ممكن نقول الشروق بيبقى حوالي الساعه 7:30 مثلا، حوالي 3 ساعات ونص. طيب انا هجاوب حضرتك ان شاء الله. ماشي يا حبيبي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في القران: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ده بالنسبه لبدايه الصيام، ثم اتموا الصيام الى الليل الى غروب الشمس. احنا بنقول لهم ان الواضح والمعروف عند اهل العلم في الصيام ان الصيام يبدا من طلوع الفجر الى غروب الشمس. أيوة. طيب عندهم الأمر فيه اختلاف. أحيانا المغرب يؤذن قبل غروب الشمس. أنا أرى إن هم يعرضوا هذا الأمر على مجلس الإفتاء في سويسرا ويطلعوا لهم فتوى معينة يعتمدوا عليها، أو يخاطبوا دار الإفتاء المصرية تديهم فتوى معينة يمشوا عليها في موضوع الصيام. موضوع اللي هو إن احنا نصوم على زي أم القرى زي مكة المكرمة، ده رأي عند أهل العلم معتبر، لكن أنا أرى إن هم يلجأوا لدار الإفتاء المصرية أو مجلس الإفتاء أو المجلس الفقهي في سويسرا يعملوا لهم فتوى على هذا الأمر، والله أعلم.